بتاعت ستيفلر رياكشن جديده هنا على هوم سينما، والمسلسل اللي هنعمل له رياكشن هو مسلسل الفتوه بتاع ياسر جلال. طبعا ما اعرفش اي حاجه عن المسلسل ده، لسه نزل له تريلر من يومين تقريبا. المسلسلات لسه ما نزلهاش التريلر بتاعها زي مسلسل النهايه. امبارح نزل الاوفيشال تريلر بتاع مسلسل رجاله البيت اللي هو تيمون وبومبا بتاع احمد فهمي واكرم حسني. حامل على طول يعني، بخبط كذا اوفيشال تريلر ورا بعض، بخبط كذا تريلر كذا حلقه ورا بعض عشان اعمل لها تريلر رياكشن عشان نكثف يعني، ننزل فيديوهات كتير وكده. شوف طبعا دلوقتي التريلر لاول مره عشان نشوف، يمكن ما ده اوفيشال تريلر يعني، ده اكتر تقريبا تريلر نزل يعني مدته كبيره يعني دقيقه و 45 ثانيه، ف في كلام كتير يتقال. طبعا ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. في شارع الفتوات النبوت بيحامل المظلوم والغلبان، لكن في شارع احمد الجبالي النبوت والعوة خدامين الحق، واحنا اللي يجي علينا ولا على حقنا نوقفه عند حده. العالم كلها بتحبك وبيكرهوني انا، بيقولوا عليا انا الشيطان الرجيم. اساس الوعد على الكرسي ده الناس تحبك اكتر ما تخاف منك. ما تخافش، انا مش خباصه. فكرة لو انا وانت حطينا ايدينا في ايدين بعض ايه اللي هيحصل؟ ده احنا هنبقى في دوات المحروسه كلها. وبعتقول لك تعالى اتجوزني، دي ما بيعيش لهاش رجاله. حظي خايب انا عارفه، انما انت حبسني يابا وانا اتخنقت. الحق معلمه يا ابني، بنتين مالهمش تالت يا معلم. وهرجع. اوكي يا جماعه، هو شكل المسلسل حلو على فكره، مش وحش. البرودكشن ديزاين بتاعه شكله ممتاز، معمول كويس. بس انا كان عندي تعليق صغير، هو كبرودكت يعني كاستوديو او كمكان هم صوروا فيه، هو ده مش نفس المكان بتاع كفر دلهاب اللي اتصور فيه كفر دلهاب، ولا ده حاجه ولا وده حاجه؟ يمكن اختلط عليه الامر، ما اعرفش. بس حسيته شويه نفس الديزاين ونفس المكان، نفس الحته اللي صوروا فيها كفر دلهاب، بس تقريبا لا يعني مش شبه شويه، بس ما اعتقدش يعني. المسلسل شكله حلو، شكله متصور كمان كويس اخراجيا. ياسر جلال طبعا بقاله كام سنه راجع بقوه يعني، ظل الرئيس بدا بيه. انا ما شفتش على فكره ظل الرئيس خالص، اتفرجت عليه في رحيم صراحه ما عجبنيش، واتفرجت عليه في رحيم وكلام ساكتاف ما عجبنيش برده، المسلسلين ما عجبونيش. بس المسلسل ده شكله هيبقى احسن بكتير يعني. بطوله للمسلسل في ياسر جلال وفي احمد صلاح حسني وفي مايا عمر نجلاء بدر وفي احمد خليل واحمد خالد صالح وهنادي مهني واحلام الجريلتي. دول كلهم الموجودين في المسلسل المعروفين يعني، واخراج حسين المنباوي وتاليف لهاني سرحان. نسبه ترقبي للمسلسل ده برضو هتكون 6/10، مش عايز اديها برضو هاي اكسبكتيشن عشان في الاخر يعني برضو عندي نفس مشكله مسلسل ليالينا. معرفش المسلسل ده هتفرج عليه برضو ولا لا، هقول لكم برضو في الاخر خالص بعد ما اخلص كل التريلر رياكشنز بتاعت مسلسلات رمضان، فهقول لكم في الاخر خالص. زي ما قلت لكم نسبه ترقبي 6/10، برضو لسه ما بين البنين مش عارف اتفرج عليه ولا لا، بس احتمال كبير بنسبه 80% هتفرج عليه يعني. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها على المسلسل ده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام، واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.